يقول الكتاب المقدس في مزمور 22 وعدد 27: تذكر وترجع إلى الرب كل أقاصي الأرض، وتسجد قدامك كل قبائل الأمم. المغرب عاصمتها الرباط، وعدد سكانها 32,800,000 نسمة، منهم 29,000 مسيحي. أكبر الديانات هو الإسلام، وهي الديانة الرسمية. اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، وتستخدم البربرية والفرنسية على نطاق واسع. الحقيقة لو ما روحتش المغرب بصراحة يبقى فاتك كتير جداً جداً، لسببين. سبب البلد الجميلة، جبال، شواطئ على الأطلنطي وعلى المتوسط، بلاد، تاريخ. لكن كمان السبب التاني هو الناس اللي هناك، الشعب المغربي اللطيف اللي دايماً هيكون مبتسم ودايماً مرحب بيك ودايماً بيقولك كلام جميل. تلاقيه يقولك لا بأس، بخير، بزيان، بزاف. يجي يحبر لك، يقول لك دايما يسأل عليك، يقول لك لا بس عيلة بخير، كله بخير. البلد دي دايما تأتي ببهجة لما أفتكرها ولما أزور الناس والأو أتقابل معهم في أي مكان. بلد جميلة، الفن فيها عظيم جدا، موسيقى جميلة جدا جدا، الكورة بيلعبوا كورة حلو قوي قوي، ويعني لهم أمجاد في البطولات وفي كأس العالم، وبيغلبونا كتير يعني، لكن بيلعبوا كويس قوي قوي. بلد جميلة جدا جدا. لكن في وسط البلد ديت تشعر انه في احتياج، جوع رهيب لربنا، جوع لانه ينظروا الى فوق ويقولوا يا رب معونا معونا. لكن دايما اللي بيعيش في خوف يأتي بقيود على حياته، لانه زي ما الكتاب المقدس بيقول: اما الخوف فله عذاب. الخوف قيد رهيب جدا جدا، كلم عنه الكتاب أيضا عبودية الخوف. في عبودية للخوف، عبودية للخوف من الموت، عبودية للخوف من المستقبل، عبودية خوف جوه الإنسان وتخليه يجري ويلجأ إلى حماية في أمور أخرى. وكتير قوي يلجأ إلى السحر، يلجأ إلى الشعوذة، ومن هنا يفتح الباب الملكي لإبليس، باب كبير جدا جدا، باب عظيم جدا جدا لإبليس يقيد به الإنسان ويبهدل حياة الإنسان ديت. الإجابة اللي موجودة هي إن الله بمحبته اللي بيحرر من القيود، اللي بيحرر من الخوف، اللي بيقول كده: المحبة تطرد الخوف إلى خارج. مفيش علاج للخوف بتاع الإنسان إلا محبة الله اللي تديله طمأنينة، اللي تديله طمأنينة أنه هو رعية. حتى في أحياناً الخوف بيكون خوف من الله، خوف من العذاب، خوف من العقاب، لأني مش عارف أنه هو بيحبني. عشان كده المغرب محتاجة محبة كتير، محتاجة أنها تكتشف الحب العظيم ده. والله أرسل نور في وسط المغرب، ناس بتحبه واكتشفت الحب ده، منارة الله يقيمها في المغرب. علشان كده تعال اتفرج على البلد الجميلة ديت، وخلي قلبك يرتبط بيها، يحبها زي ما الله بيحب البلد الجميلة ديت، لأن الله محبة. يا مرحبا حييت يا طير حوران، يا مرحبا بك يا الرفيق الشقاوي. الدار يا طايل لها أشكال وألوان، فيها جمال الغيد ما هو بياوي. لما تزور المغرب عينيك هتلاقي اللون الأخضر في كل مكان، الأراضي الخضرة والجبال الخضرة هتديك إحساس بالأمان والراحة، هتحس إنك في بيتك. عشان كده كل الناس اللي راحت المغرب ما حسوش أبدا بالغربة. شعب المغرب شعب ما يعرفش المستحيل، فريد من نوعه. السياحة في المغرب لها سحر خاص جداً، ومتعة وإثارة مش هتلاقيها في بلاد كتير جداً. فكفاية مشهد الصحراء الواسعة اللي هتخليك تحس إنك بتتفرج على فيلم،
من روعة وجمال سحرها، فلازم تزور مدينة مراكش، مدينة الألوان والتاريخ، ومدينة الدار البيضاء، ومسجد الحسن الثاني، ومدينة فاس المليانة بالأزقة اللي هتبقى فرصة إنك تتصور أحلى صور. بعد ما شفنا التقرير الجميل ده عن المغرب، أفتكر جداً الكلمات الموجودة في الكتاب المقدس اللي المسيح بيها قال خبر جميل وعظيم جداً جداً: لا أعود أسميكم عبيد بل أحباء. كأنه أعلن بعد جديد تماماً، إنه الإنسان دايماً يفكر في ربنا يفكر في العبودية، لكن العبودية مرتبطة دايماً بالخوف اللي اتكلمنا عنه قبل كده، الخوف اللي يخليك تجري تحتمي في أمور هي اللي بتأذيك في الآخر. بيقول كده: لم يعطينا، إن الله لم يعطينا روح العبودية أيضا للخوف. يعني مش نفس العبودية للخوف اللي كنت عايش بيه طول عمرك من غير ربنا اللي في الصورة، بل أعطانا إيه؟ روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. علاج الخوف والعبودية الحب وأبوة الله، إن الإنسان يكتشف إن أنا الله أبويا، الله اللي يهتم بيا، مش أبويا اللي عشت معاه قبل كده، أبويا اللي بيحبني، أبويا مش أبويا اللي سابني، مش أبويا اللي طردني، أبويا اللي بيحبني، اللي احتواني، اللي بيقبلني زي ما أنا. عشان كده الخوف ده عايزين نصلي ضده، نقول له: يا رب أعلن حبك. الحب اللي فيه المحبة الكاملة تطرد الخوف إلى خارج، وروح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب اللي حررنا من روح العبودية أيضاً للخوف. الناس اللي عايشة في الخوف عايشة في عذاب، لأن الخوف له عذاب. تعالى وصلي معانا لأجل أبوة جديدة للشعب ده، لأجل أن الشعب ده يكتشف، أن الأفراد، أن الناس تكتشف أبوة الله، قلب ربنا اللي بيهتم بي، اللي بيرعاني، اللي بيعطي خيرات للذين يسألونه، اللي ما بيمنعش خير عن السالكين إليه بالكمال، اللي بيهتم، اللي بيحتضن، اللي بيعبر بيك الأمور الصعبة، اللي بيمسك إيدك ويعدي بيك. يا رب اعلن أبوتك، اعلن حبك، اعلن حبك لكل شخص اتحرم من الحب، اعلن حبك لكل شخص عانى من الرفض، اعلن حبك لكل شخص عانى من الطرد ومن المعاناة. ولتكن أب، تعال لكل يتيم يشعر أنه لوحده في هذا العالم، وافتقده بمحبة أبوية تحتويه وترفعه في وسط الظروف الصعبة، وسط التحديات الصعبة، وسط الأمور اللي أنا ما عنديش إجابة ليها، اللي محتاج أبويا يمسك إيديا ويعدي بيا الأمور الصعبة. تعال اعلن محبتك، اعلن أبوتك، واعلن مراحمك لشعب المغرب باسم يسوع. أمين. Thank you.